قضية دور الجيش. الأخت سألت كاين زوج حوايج دورين، كاين دور الجيش اليوم وكاين دور الجيش غدوة. إذا أنا في ذهني دور الجيش غدوة مش مطروح، مش مشكل، وأظن أن كل القيادات العسكرية اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش يدخلوا في هذا المنطق، مش مشكل. أنا ذيك اللي قلت لما راح نتكلموا على غدوة راح تكون الأمور سهلة في الحديث، حتى كي الناس تتكلم مع بعضها ما راحش يكون فيه نوع من الصراع. قال انا نهضروا على غدوة، ماني لا نطعن في المسؤوليه اللي عندك ولا تطعن ولا تهضر عليا انا واش درت في الماضي ولا انت واش راك دير اليوم، ما نهضروش عليها، راح نهضروا على غدوة. اذا هذا الدور في هذا يظهر لي راح يكون لما تتفق الارادات راح يكون سهل، ما يشكلش اي احراج. بطبيعه الحال لما نتكلم اليوم، اليوم هذا مش مطروح، انا مانيش طالب، لكن بين دور الجيش اليوم ودور الجيش غدوه فيه بعض الافعال، فيه بعض المبادرات لازم تتم. ما نقدرش في الظرف الحالي نقول واش هي، وما نقولش واش لازم تدير ولا واش ما لازمش تدير، على باليش. لكن هذا المناخ، اذا قدرنا هذا المناخ وقدرة النخب الوطنيه والنخب السياسية والنخب غير السياسية والنقابات والجمعيات تشعر بها بأهمية هذا الموضوع، أقول تشعر بأهمية هذا الموضوع، وهذا لا يكفي، يجب أن تشعر الآخرين بأهمية هذا الموضوع.